وهذا عند الله يدل عن يعني صدق النية والإخلاص المحبة. الحمد لله نحن فرحون بتواجدنا معهم وشاهدنا فرحتهم. نتمنى إن شاء الله هذه البلدة هذه الأولى من ربي إن شاء الله يبارك لهم في أعمالهم وأرزاقهم وأولادهم. ونتمنى بارك الله فيكم على التغطية وشكرا لكم. بلدية النيات وعلى رأسهم رئيس البلدية صافي تيزيد تشوفوا رئيس البلدية حاضر في هذه المجالات المناطق الرياضيه كيقولها بارك الله فيك ربي يجازيك. شفنا واحد الانجاز داير قام به والله لا سيرال وين تلقوا رجال كيما هكا خاص كاع الناس راه يوعدوا بصح يخلفوا. هذا انسان فيه الخير بشي. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ماشي بليزير ولا هذا واجب علينا احنا كرياضيين نلحقوا رسالتكم. بارك الله فيكم وربي يوفقكم ان شاء الله. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اولا هذه الدوره اللي درناها كانت زوج دورات، دوره تاع الايديسات والدوره الثانيه تاع السينيور تاع الاكابر الصغير والاكابر. هذه الدوره درناها للمرحوم عمراوي الماحي وكانت هذه الدوره تتكون من 8 فرق تاع الاصغر و16 فريق من الاكابر. الحمد لله اليوم رانا كيما يقول لك وصلنا للنهائي بالمساعده تاع المنظمين وتاع ابناء الحي والمساعده ثاني تاع رئيس البلديه كما نشكروه على الهدايا والاعانات سواء الماديه والمعنويه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأولى نشكركم، نشكروا هذه الجريدة، جريدة بولا اللي ما نجمش أنا مشي أنا الأول مشي أنا التالي اللي نشكر هذه بولا اللي تكون كيف في جامع المبادرات والنشاطات الرياضية. مشكورين جميع جريدة بولا من مديرها حتى العامل البسيط. احنا الأولى نشكروا احنا الهدف تاعنا من هذه المبادرات وكاع نكرموا ناس ونفرحوا ناس بهذه المبادرات ونشكروا جميع اللي ساهم ووقف في هذه المبادره من رئيس البلديه حتى المنظمين والمساهمين والناس اللي وقفت ودعات من بعيد ثاني وربي يحفظهم ان شاء الله. ثاني اهل القريه مشكورين على المساهمه في كل المجالات بارك الله فيهم ومعروفين اهل القريه بهذا الكرم. شي انا اللي نعرف بهم وثاني ايضا نشكر جريده بولا على هذه الوقفات التكريميه وان شاء الله نتمنوا لجريده بولا تكون دائما موفقه من عند الله عز وجل في هذه كما هذه المبادره ان شاء الله. ونشكر الجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.